يا سلام عليكم، تبارك الله عليكم، مساء الخير على نغمات أروح لمين، وحييكم ألف تحية أحبائنا الكرام، ونقول لكم ما تشوفين خليكم معنا دائما ما تزبيوش مع برنامجكم دندنة مع عماد اللي كتلقاو كل أسبوع على القناة الفضائية شادة تيفي. طبعا الأكيد احنا دائما جد سعداء باستقبالكم أنتم مشاهدين الكرام، كل ذواقة ديال الفن والطرب والكلمة الجميلة الراقية، ففي البرنامج الأكيد أن كل شيء غيلقى الراحة دياله ويلقى كذلك الذوق دياله، من خلال أننا كنحاول دائما أنني ننوع في المدارس الموسيقية العربية والمغربية. مرة أخرى كنحييكم الافتتاحية، كنبغي في البداية أنني كالعادة أحبائي الكرام أحيي أصدقائي الفنانين الموسيقيين اللي هما من دعمات الأساسية ديال دندنة مع عماد. معنا على الأورج الأستاذ جمال، تحياتي، ثم كذلك الأستاذ رفيق الدرب، كذلك رشيد عازف الكمان، ثم عازف الليل وعازف الكمان، ثم كذلك رفيق الدرب دريس نيجرا اللي دائما يتواجد معي في جميع البرامج، وهذه صداقة اعتز بها، ثم كذلك صديقنا مراد ضابط الإيقاع. فدائما أنا كنبغي أن الإخوان ديالي دائما، لأن كما كنقول دائما الموسيقيين راه من الدعامات الأساسية، ماشي فقط غير المغني هو اللي تبرز، راه الأغنية فيها بزاف ديال، كنقول احنا كومان باكيج، الأغنية باش تنجح كيخص بزاف الفاعلين فيها، كيكون الشاعر أو كاتب الكلمات، وتيكون الملحن، ثم الموزع، ثم الأساس هو الموسيقي، حتى الناس التقنيين في استوديو، فهادو كلهم الناس خصهم نعطيهم الحق ديالهم، لان ربما بعض المرات ما كياخذوش الحق ديالهم. اذا في البدايه غادي نبغي نستقبل ونقدم لكم الضيوف ديالي حلقه اليوم احبائي الكرام. طبعا معايا وانفاس معايا مباشره اليوم غادي يكون هو دمه خفيف، فنان مصري مغربي ان صح التعبير، الفنان محمد علي محمد حموده، سمية طويلة صاحبي فيها كيلومتر. كيف دير حمودة؟ الحمد لله كل شيء بخير. الحمد لله يا عمد، الحمد لله. يا برنس، أنت اللي برنس الدنيا كلها، وأنا سعيد أن أنا موجود معاك، وشرف كبير لي أن أنا موجود في شادة تيفي، القناة المميزة. نعم. القناة التي بقى لها صيت كبير في العالم العربي كله. أنا جد يعني سعيد أن أنا موجود معك في هذه الحلقة، وأنت من عز الاصدقاء لقلبي، وشرفني ذلك. أكيد الحمد لله، أنا صدقتنا قديمة وطويلة واستماعية في العديد من المنابر الإعلامية والبرامج. نعم. ولكن اليوم في دندنة جات الفرصة اليوم أننا نستمتع معك ونسمعك، وربما نهضروا على هذا التواجد ديالك، لأنك تبقى كذلك أعتقد أن أزيد من 30 سنة وأنت متواجد في المغرب حمودة. هذه كينا هذه كاينه، هذه دابا 13 سنه اشوف نقول الفري 33 عام وانت في المغرب. بالضبط، ولكن يدوك انت دابا في الثلاثينات. في العشرينات ممكن يعني. على اين غادي يكون لنا متسع من الوقت باش نهضروا معاك ونسمعوك، لانك انت كتميل للمدرسه الحالميه وعندك اغاني ديالك، حتى الاغنيه الوطنيه مؤخرا اللي كانت بمناسبه ديال عيد المسيره الخضراء، فكذلك غادي نتكلموا عليها، اللي كانت هي كذلك من نظم وشعر الفنان ديالنا والصديق عبد اللطيف السعيد، هادشي غادي نهضروا عليه ان شاء الله. ثم على يميني سمر، اهلا بك يا سمر. اهلا وسهلا، والاكيد ان هاد الليله غادي تكون فيها سمر وسهر بوجودكم. الله يبارك فيك سمر، كل شيء بخير؟ لاباس الحمد لله، بارك الله فيك، انت كيف لقيتي لاباس؟ الحمد لله، صباح تري بيان، كل شيء بخير، كل شيء تمام. كذلك صديقنا وصديقي اشرف، كي داير اشرف؟ صباح الله يحفظك سيدي عماد، كلشي بخير، على السلامة. الله يسلمك. حنا كنجيبوك من طنجة دابا، ولات ساهلة القضية من طنجة لكازا. البراق ساعتين أنت حدا شادة. لا الحمد لله، دابا يعني الحمد لله بزاف الناس دابا يعني هاد التي جي في أو البراق، فسهل المسافة بعدا بين الشمال وهنا وسط المملكة، وكذلك إن شاء الله في انتظار أن غادي يكون مشاريع كبيرة اللي دابا مطلوقة الحمد لله. غادي يكون تي جي في لمراكش والاكادير، وربما غيمشي يمتد حتى الصحراء، المدن الجنوبيه، جنوب المغرب، سواء في الداخل او بالعيون يعني في صحراء المغرب. فهذه فقط كانت كمقدمه، فانا غادي نبغي اليوم اننا نسمعوا بزاف ديال المدارس. نبداو معك مثلا معك سعمان محمد علي محمد حموده. انت كلها ما شاء الله زوينه، راه عرفتي علاش حنا كيعجبني نضرب المصريه، واحنا راه تربينا على المسلسلات المصريه والافلام، وعلاش المصري واخا ما كان مشكل يعني تتكلم فاصل وانا نتكلم مغربي. وانت راك ماشي وليتي مغربي 100%. علاش؟ الشرف الكبير طبعا.
أكيد. فتكلمني على على يعني على هذا المسار الحافل بال يعني بالفن وبالغناء وكذلك حتى هذا العيشة ديالك هنايا في بلدك اللي احتضنك المغرب وسنوات لمدة سنوات. في الحقيقة أنا كان بالنسبة لي كان حلم يراودني إن أنا أجي المغرب. لأن طبعا لا يخفى عليك وعلى السادة المشاهدين أنه أنا بنتمي لعائلة الفنان المرحوم الغائب الحاضر عبد الحليم حافظ. نعم. فكان بالنسبة لي حلم يعني أسمع دايما أن في المغرب بيحبوا عبد الحليم والمغاربة بيحبوا عبد الحليم بيحبوا مصر والمصريين و فإلى أنه أنا كنت بدايتي يعني لما جيت للقاهرة كنت شغوف أنه أنا ألمع وأغني في القاهرة. والحمد لله كان لي الشرف أنه أنا مسيرتي في مصر زي مسيرتي في المغرب. يعني أنا يمكن بدايتي أنا جيت للمغرب وأنا حديث السن يعني. نعم. اعتمدت في الإذاعة والتلفزيون في مصر. نعم. سنة 84. فكان بالنسبة لي أنه أنا أول سنة باجي فيها القاهرة لأن مسقط رأسي هو محافظة الشرقية. محافظة الشرقية بتبعد عن القاهرة 100 كيلو. نعم. في نفس اللي مثلا منك تقول قرابة بينك وبين الفنان عبد الحليم حافظ. فأي من نوع من القرابة من هو من الأم ولا من الأب؟ من الأم. من الأم. هو ابن خالة والدتي. كان بالنسبة لنا في العيلة يعني في العيلة عصرتي كان ممكن لا لا لا, لا, لا أنا كنت صغير. أنا كنت أكتب بقى صغير. كنت بزال صوت. شوف يا راجل. شوف شوف. فبالنسبة لنا كان هو المثل الأعلى في العيلة يعني. وكنت انا دائما اقتدي به في 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 مسيرته في حياته بعد كده زي ما قلت لك غنيت على الفرقه المسيحيه في مصر وانا 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 21 سنه او 22 سنه مش سهله مش نعم. تغني على الفرقه المسيحيه انا ذاك الوقت في 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 الفرقه التي غنى عليها العمالقه الكبار اكيد مش سهل اكيد واعتمدت في اللجنه وتبناني شيخ الملحنين انا ذاك الوقت في مصر الاستاذ الموسيقار احمد صدقي والاستاذ احمد صدقي ده موسيقار من الزمن الجميل. نعم. يعني هو اللي ملحن احب اتنين سوا الميه والهوى الليله مراد وكان افلام الخمسينات كلها والاربعينات كانت هم العمالقة دول هم اللي كانوا متسيدين هذه المرحلة وهذه الحقبة وكذلك الأستاذ المستقر محمود الشريف الأستاذ عز الجهلي أسماء كبيرة أسماء كبيرة جدا. نعم. طبعا وغنيت الأستاذ حلمي أمين من عيلة الموجي والأستاذ إبراهيم رأفت الأستاذ فاروق سلامة الأستاذ فاروق الشنوبي كان ليها الشرف الكبير أنا غنيت معهم كلهم فيعني ابتديت يعني صيتي يلمع في القاهرة والحمد لله يعني في أربع سنين عملت اسم كويس جدا في مصر الآن جاني كنت للمغرب فأنا كان بالنسبة لي المغرب يعني شغوف إن أنا أجي المغرب فبالنسبة لي كان خصوصا في ذيك الفترة يعني كانوا تتردوا العديد من الفنانين المصريين طبعًا يعني الكبار طبعًا من محمد عبد الوهاب عبد الحليم حافظ كان هناك كتير طبعًا هناك هو الأستاذ عبد الحليم هو كمان يعني فتح الباب لكل الشرق إن هم يجوا للمغرب. نعم. وطبعا مش هننسى طبعا صاحب الجلال المغفور له الحسن الثاني أكيد كان له باع كثير جدا في هذا إن هو يعني يفتح الباب الشرق كله وكان على رأسهم الأستاذ عبد الوهاب طبعا الأستاذ عبد الحليم والسيدة أم كلثوم رحمة الله فكان كان منبر يعني المغرب كانت منبر للشرق. نعم. فهمتني وذلك برعاية ملكنا المغفور له الحسن الثاني فبالنسبة لي كان حلم أول ما جاني كنت للمغرب قلت يا سلام ده أنا فرحان. طيب أنا خليه كل أنا من بعد غادي نبغوا نتكلموا خليه في لما جات لك الكونترا للمغرب وغادي نرجع من بعد فالأكيد نبغوا نسمعوك في الأول شرف الكبير لي لا بما أنك أنت أولا من العائلة ديال الأستاذ عبد الحليم حافظ ثم كذلك أنت كتميل إلى المدرسة الحليمية تمام فنسمعوا شي حاجة شوية فيها نشاط لعبد الحليم على عيني مثلا تكون راقصه شويه يعني معروف الاغاني اللي فيهم احنا بغينا ندخلوا شويه النشاط من الاول ياك على عيني اشرف ضروري تبقى معنا بداو غنشطوا باش من النشاط نقول جانا الهوى Thank you.
ورمانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا ورمش الأسمار عني شابكنا بالهوى رمش الأسمار عني شابكنا بالهوى مرمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا خلصنا واللي شبكنا خلصنا اللي شبكنا خلصنا ده حبيبي يابا يابا ده حبيبي شغل بالي مرمانا الهوى ونعسنا اللي شبكنا يخلصنا مرمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا يا رميني بسحر عينيك الاتنين ما تقول لي واخدني ورايح فين يا رميني بسحر عينيك الاتنين ما تقول لي واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا عالفرح موديني انا بسأل ليه واحتار كده ليه بكرة الايام حتوريني خلينا كده على طول ماشي مرمانا الهوى ونعسنا واللي شبك ما يخلصنا واللي شبك ما يخلصنا اللي شبك ما يخلصنا ده حبيبي يابا يابا حبيبي يابا يابا يا عمدة شغل بالي مرمانا الهوى ونعسنا اللي شبكنا يخلصنا مرمانا الهوى ونعسنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا عدينا على بر الهوى رسينا عدينا يا شوق عدينا على بر المغرب ونسينا ده انا عمري مع هوى يا هوى عدينا يا شوق عدينا عدينا يا شوق عدينا على بر الهوى رسينا عدينا يا شوق عدينا في شدا الغالية ونسينا ده انا عمري مع شدا دي هوى عدينا يا شوق عدينا عدينا يا شوق عدينا
عدينا على بر الهوى رسينا عدينا يا شو عدينا على بر الهوى رسينا ده انا عمري معاك وشدد هوا عدينا يا شو عدينا زوق يا نسيم خطوينا خطوينا زوق يا نسيم خطوينا خطوينا يا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا يا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا يا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا خلينا كده على طول ماشي مرمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبك ما يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي يابا يابا حبيبي شغل بالي. سلام عليك. شكرا حبيبي يا عمد حبيبي. فحقك يعني كان شوفوك يعني كان استرجع ذاك الزمن الجميل من خلال هذه الأغاني الجميلة من خلال حتى أنت بقيتي يعني بقيتي محمد علي محمد حمودة نعم حليمي بقى حليمي بقى في ذاك يعني بقيتي في ذاك وفي 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 الواحد الكاريزما واحد الستايل طبعا الفن الفن لا يتجزأ الفن الجيد ينجح في أي وقت في أي زمن وفي أي مكان نعم. الإنسان لازم يحافظ على أصوله وتقاليده وحياته وكذلك الفن الفن مش ممكن النهاردة تغني حاجة بكرة تغني حاجة تانية لا لازم يعني أنا مع العصفانة ولكن في يعني مثلا كل المدارس اللي بتغني دلوقتي في مصر يعني مثلا شاكر وائل جسار الأستاذ محمد ثروت يعني يعني دوب قوف يعني واحد جاي مثلا لما نقوله مثلا اللي كتجبد مثلا الأستاذ محمد ثروت محمد الحلمية. الحلو علي الحجار تماما علي حجار تمام هاني شاكر تمام فهادو يعني بقاو شادين في هذاك النمط ولكن جاوا مثلا فنانين اخرين ولو انهم كانوا كيغنوا بدلوا الستيل ديالهم بدلوا بطريقه الشكل ديال يعني كما نقولوا حنا يعني الهندام ديالهم يعني بحال دابا جا عمر دياب الستايل ديالهم جاوا بدلوا شويه كل واحد نعم ماشي غلط ان الانسان يغني حاجه واحده اخرى الفنان يغني ستايل واحد اخر لا جوستومون حتى لان كاين واحد مدارس في مصر دابا كاين اللي بقى في يعني في طبعا. المدارس القديمه شويه وبقى الزمن الجميل عمره كيتبدل كيبقى هو ولكن كيكون فيه تغيير على حسب مر السنوات يعني شنو التغيير فين تيكون مثلا كيبقى اللحن جميل وكلمات موزونه ولكن بتطورات يعني بتوزيع جديد لا هو عاوتاني فيها نظرات كاين اللي ضد ان مثلا تاخذ اغنيه ومثلا أغنية لعبد الحليم أو لمحمد عبد الوهاب ولأم كلثوم وتعود لها التوزيع لا يعني ما كان هدرش على نعود التوزيع الأغنية قديمة كان هدروا على كلمات جداد ولحن جديد ولكن كلمات موزونة كلمات نقية لأنه كنا كنسمعه في الزمن الجميل غير الشعر الكلام الجميل كان الكلام الجميل طبعا يعني بالدليل ان الاستاذ هاني شاكر عنده اغاني كتير جدا فهمتني غلطه وجا في وقت كله فوضى وكله ضجه وضجيج فهمتني وغنى غلطه غلطه وندمان عليه وغنى نسيانك صعب اكيد وغنى كل الحاجات دي مدرسه كلها نسيانك صعب اكيد كلها مدرسه كتفكرني دابا كترجعني دابا هذه ايام رباعيات كانت كلها دي مدرسه الاستاذ عبد الحليم في الغنى كلها دي مدرسه وفضل وناجح بيها لحد دلوقتي صابر الرباعي الفنان صابر الرباعي لما جه غنى اتحدى العالم وانا مع وانا وياك فهمتني اغنيه يعني كلاسيك اغنيه كلاسيك اغنيه كلاسيك هذا هو القصد ديالي اغنيه كلاسيك
هو ان بقى امتداد يعني كل مدرسه مثلا امتداد. مدرسه ام كلثوم تبع جورج واسوف وائل جسار اكيد مدرسه ديال عبد الحليم تبعها هاني شاكر محمد ثروات يعني تمام. واحد الفئه ديال الفنانين حافظوا على داك المسار ديال ديك الطابع تمام. وعبد الحليم في داك الوقت اللي كنشوفوا هنايا سلس طبيعة حاله ومهم داك الوقت نعم. يعني كيغني الاغنيه بحال كنقولوا الشبابيه ديالنا ديال الوقت exactly. وجاو ناس من وراه وخلاو خداو داروا امتداد مثلا لما كتقول ام كلثوم حقيقه كلام جميل انا كنت نديرني انا ممكن عاود كنشوف شويه كنقلب في سير يوتيوب هذاك الشيء وطحت في شي برامج قدام ديال 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 جورج وسوف وعاد انا كنحصل لي الشرف انني جالس شحال مره وقبلته وهذا الى غير ذلك فحقا كاين كثير في واحد الفتره ربما احنا منهم احنا ام كلثوم كنا كنعرفوا كنسمعوا والدينا كيسمعوا ام كلثوم كنسمعوا الكاسيت ولا هذا ولكن ما كانش كتخيل لي راسي انا شي نهار غنكون كنسمع ام كلثوم ديريكت لما بديت كنسمع في جورج وانا في بدايه مشوار وباقي كنقرا ديك الساعه ملي كنسمع بدا كيحببني ام كلثوم بديت كان شويه وانا نمشي نسمع الاصل يعني كني كتبغي تشرب شرب من العين وبعدين مثال بسيط جدا ان هو الفن الفن مش مرتبط بان هي اغنيه خفيفه ولا اغنيه تقيله ولا الفن مرتبط بالجمال والحاجه اللي هي الجيده فهمتني يعني الفن تربيه اولا الفن تربيه فهمتني وكل واحد حسب ما تربى كل واحد حسب ما تربى وبعدين يعني ادي لك مثال مثلا اكزامبل لطفي بوشناق هو بيغني خفيف لا طبعا ما بيغنيش خفيف بغني موشحات وادوار لسيد درويش وسلام حجازي والشيخ صالح عبد الحي وناجح نعم لون هو كده هو اللون راكب عليه ده طبيعي واحد احسن بالنسبه للفنانين ديالنا المغاربه يعني مثلا عبد الهادي بالخياط مثلا راه غنى القصيد وغنى الزج المغربي يعني مثلا يعني في القمر الاحمر يعني رائعه من روائع هل يعقل مثلا الاستاذ عبد الرابط كان دلوقتي في سنه ربنا اديته العمر والاستاذ عبد الهادي الخياط يجي يغني يترقص او مستحيل كل واحد له يعني ليه بدلته اللي يقدر يلبسها وكل واحد له حق الشيء اللي يولي يقول لك اللي بدل المشيه شنو هي الغراب شي حاجه بلاتي مشيتو لا اللي تبع عاوننا حنان عاوننا في هذه المساله هذه بلاتي امل ماهر مثلا امل ماهر انت يا حبيبي يا حبيبي ما تخليناش نتكلم معايا شويه يعني تفضل يا حبيبي لا لا تفضل تفضل امل ماهر كسرت الدنيا وهي بتغني خفيف ما تغنيش خفيف تعرفت ام كلثوم ومي فاروق اصوات جميله في مصر كتير جدا واصوات هنا في المغرب كتير جدا يعني الاصوات موجوده ولكن ازاي تتحط على الخط وازاي تعرف انك انت ايه اللي يوليك ايه يعني ايه اللي يواتيك هذه مهمه جدا تلبس قدك يواتيك بالضبط طيب كما كيقول لك المهم راه خصني نقلب على ان هي راه غتلفت لي اللي تيقول لك جاي قلد مشيات الحمامه ما قلبتش قال مشيت ولا مشيت لوراب شي حاجه بحال الشكل المهم راه نتوما المشاهدين راكم عارفين راه غير تلفات لي دابا نتوما راكم عارفين حقيقه عنده الصح محمد حموده الفنان ديالنا ف كثير من الناس خص يبقى يلبسوا على قدهم مثلا ماشي بالضروره انا يشوف واحد صدقات ليه مثل واحد فنان بدل الشكل ديالو بدل اللبس ديالو بدل لاكوب دو شوفو ديالو بدل ويبدل حتى الاغنيه والستايل ديالو ربما تنجح معاه وكل شيء يبغي يبدل معاه غير كاين واحد النقطه انا في هذه النقطه انا اللي انا كنعيب على مجموعه ديال الفنانين بحال دابا مثلا الاستاذ محمد حموده يعني كيتقام الشخصيه ديال عبد الحليم هو يعني ماشي عيب ان الانسان يتقمص ولكن حاول انك يعني لان ابراز الشخصيه ديال الفنان مهمة نعم. لأن الأغنية ما نسمع من عند عبد الحليم ماشي نسمع من عند محمد حمودة يعني طبعا. يعني بزاف هذا الشيء اللي كيوقع دابا حاليا كاينه هي ما ناخذهاش تقليد هي ناخذ يعني انا يعني سواء حضرتك حتغني لحد مثلا انت بتحبه او الاستاذه حتغني لحد هو مش بنقلد احنا مش بنقلد يعني انا مثلا ما بغني عبد الحليم انا ما بقلش عبد الحليم لا كتغني بطريقتك انا بغني باحساسي انا باحساسك انا ولكن بالشكل اللي هو ما اقدرش اخرج عن النوتة الموسيقية ما اقدرش العب في اغير لا في الاحساس ما عندوش علاقة بالنوتة الموسيقية فالاحساس هو اهم حاجة انا بغني باحساس انا ما بقلدش انا على نفسي انا ما كان عارف انا لو اقلد ما اقعدش في المغرب 30 سنه واغني لو انا بقلد على طول اللي بقلد في فرق بين التقليد والغنى باحساس طيب نوقفوا هذا لان خصنا بغينا نسمعوا بزاف مازال بغينا نسمعكم اليوم راه محضرين بزاف ديال الاغاني فندوزوا معك لان بغينا نسمعوا شويه المغربي نسمعوك سمر في نعيمة سميح غنرجعوا عاود حنا للزمن الجميل ديالنا حنا نبقاو وحنا هذا البرنامج اصلا هو شوف
دابا اصلا كلشي تيتشكى من هذا الوقت ودابا كلشي كيرجع للزمن الجميل باش نتفكروا الايام الجميله والطيبه. نتمنوا ان خيرا تكون. ما كاينش فنان ما كيدوش من الزمن الجميل ديال البلد ديالو. طيب وانت كنتي كذلك شاركتي في البدايه ديالك شاركتي في احدى المسابقات في احدى القنوات العربيه مسابقات ديال ينسوا اللي معروفين، فكنتي غنيتي اكيد اغاني ديال الزمن الجميل. اكيد غنيت اغنيه الفيروز. فيروز كانت من الاختيار ديال اللجنه التحكيم، ما كانش من الاختيار ديالنا، ما كانش مطلوب اننا احنا نختاروا الاغنيه. نعم. طيب نسمعوك سمر في على غفله. لا لا نعيمه سامح على غفله. على غفله وما قريت حسابي. يلا تفضلي. لو بقريت حسابه ما قريت حسابه واللي صابني كان على غفلة على غفلة وما قريت حسابه ما قريت حسابه واللي صابني كان على غفلة وقلبي مسكن هذا مكتبه هذا مكتبه الغرام العدو حرم الدفلة ناري وجابني ندق في بابه ناري وجابني وندق في بابه واللي ما يحضر دابا يتبلى واللي ما يحضر دابا يتبلى بلا وعلى غفلة وعلى غفلة ما كانت في البال ما كانت في البال وصبحت أنا كنخمم عقلتها وتغير خاطري خاطري قلت أنا محال تغير خاطري خطري قلت أنا محال الغيام الصمايم والريح معاه وتغير خاطري خطري قلت أنا محال تغير خاطري خطري قلت أنا محال الغيام الصمايم والريح معاه وبدت الرعشة وكان هوا جاني برعاد وشته يا برعاد وشته يا برعاد وشته ناري وجابني دق في بابه ناري وجابني ودق في بابه واللي ما يحضر دابا يتبلى واللي ما يحضر دابا يتبلى يتبلى وعلى غفله بندنا بندنا معينا
عمر كاين شي جديد كاين شي اغاني تكلم لنا شويه على نفسك اولا لان هذه اول مره كدوزي معايا في البرنامج اولا انا كنعرفك تلاقيت معك في عده حفلات ولكن يلا كتب لي انا كنت واحد الوقيته مقيمه في طنجه دابا مع الكوفيد جيتي قربتي شويه لعندنا الرباط كازا قاعد مالي الدار عندي والدين تكلمينا شويه على لاكارير ديالك غنيت غير هكاك نعم كنت يا اختي كنت جالسه حتى غنيت كان عندنا واحد الحفل في المدرسه كنت انا المشرفه على الحفل يعني منظمه الحفل كنا كنغنيو كيديروا لي ريبيتيسيون هذا وانا مشرفه على الحفل ما عارفاش راه كنغنيو ولا صوتي زوين ولا ما جاتش البنت اللي غتغني لنا قال لهم طلعوا سمر تغني راه صوتها زوين سمعتها في ريبيتيسيون كتغني مزيان انا ما تنغنيش قالك لا غير طلع طلعت غنيت كلشي قال لي صوتك زوين كان ديك ساعات في الكوليج كنقراو في الكاتريام دونك من تما انطلقت فكنتي كتسمعي اكيد بيان سور المدارس الطربيه ولكن اكثر حاجه كنتي كتسمعيها شنو الاكثر واش الشرقي ولا المغربي انا اول اغنيه غنيت كانت مغربيه كانت الفنانه لطيفه رأفت على شيخ غزالي على شيخ غزالي اللي عاودت على لطيفه رأفت بطبيعه الحال شيخ غزالي طبعا هي ديال معطيب القاسم كملت القرايه ديالي و اونطو كنت كنتعلم اغاني وكنحفظ اغاني حفظت الفنانين المغاربه وحفظت اكيد الفنانين المصريين شرف كبير لينا على اي تبارك الله عليك مازال غادي نعرفوا نشوفوا الجديد ديالك لي سينجل الى غير ذلك اشرف بغينا نسمعوا صوتك اشرف الصوت كذلك صاحب الاحساس الجميل يا اشرف كي داير شويه الحركات عاود شويه كاين تحركات طنجه شويه, شوية كاين الحركه شويه 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 الحمد لله هنا كازا شويه القضيه مش عندنا ياك الاخوان القضيه شويه باقا ما طنجه ماشي مطلوقه ولكن المهم على كاين علاسات كاين شي دراسات طنجه في الشمال اون جينيرال كاين حفلات وكاين بليسات ثم لي زيفينمون كذلك الحمد لله لان كنت انا شفت سافي بليزير لان لما خلدنا الذكرى 46 ديال المسيره الخضراء في المدن الجنوبيه المغربيه سواء في الداخله او في العيون فالحمد لله كانت واحد الحركيه زوينه شفنا بزاف ديال السهرات وديال يعني التظاهرات الثقافيه والفنيه والى غير ذلك فنتمنى انا يبقى غادي حنا غادي في تحسن وفي التطور حتى ينسحب هذا ان شاء الله ونحقوا المناعه الجماعيه كما كنقولوا لهنا في الدار البيضاء ما كان والو شويه ايوا الدار البيضاء لانه يعني مدينه كبيره شويه ومازال الحمد لله يعني الفيروس ما باقي ما قديناش عليه بطريقه كبيره يعني تفضل فنسمعوك في شي حاجه مادام هضرت على الاحساس ما نلقاوش ما احسن من شي اغنيه فضل الشاكر فضل الشاكر ايوا مالك الاحساس طبعا يا سلام شي اغنيه فضل الشاكر نديروا ديروا معقول هي اللي كان حلي اعتقد مروان خوري الحين ديال مروان خوري تحيه طبعا الفرقه الموسيقيه معقول انسان يلا تبارك الله عليكم حول خيام لا لا تزرع الريحان لست تقيم يا زارع الريحان حول خيامنا لا تزرع الريحان لست تقيم ما كل من ذاق الهوى عرف الهوى ما كل من ذاق الهوى عرف الغوى ولكل من شرب المدام نديم
ولا كل من طلب السعادة نالها ولا كل من قرأ الكتاب فهيم معقول إنساك معقول تنساني أنا على طول معقول إنساك معقول تنساني أنا على طول معقول من نعود حباب نمرق مثل الأغراب ولا نبقى سوا ولا نبقى سوا يا مال الهوى غلاب ولا مرة حسابنا حساب نبعد يا جوا يا جوا يا جوا نسيوا الأشواق ضاعوا صاروا هالعمر وراق يا ما كنا نقول عاشقين على طول لا لا مش معقول تقدر يا فراق داري المكتوب يا هوا مكتوب ولا تتعب يوم يا قلوب معقول ما نعود أحباب نمرق مثل الأغراب ولا نبقى سوا ولا نبقى سوا يا مال الهوى غلاب ولا مرة حسبنا حساب نبعد يا جوا يا جوا يا جوا معقول انساك معقول تنساني أنا على طول معقول إنساك معقول تنساني أنا على طول معقول ما نعود أحباب نمرق مثل الأغراب ولا نبقى سوا ولا نبقى سوا يا مال الهوى غلاب ولا مرة حسابنا حساب نبعد يا هوا يا هوا يا هوا شكرا صراحة برافو 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 يا سلام عليك يا سلام الله يخليك أغنية جميلة حقيقة طبعا إحساس جميل إحساس إحساس جميل أشرف الله يخليك أشرف مشيري أول مرة كده معايا أشرف عزيز علي أشرف من زمان من زمان من زمان فكاين شي جديد أشرف نتكلموا عليه الجديد الأخر كان قبل كورونا اللي هو أغنية مغربية ديال مولات الخالة مولات الخالة لا من غير هذيك من حيت ما بقيناش نشوفها لا حاليا في كورونا ما كان حتى شي عمل كاين عمل بالحق ما يعني وجدته ولكن ما خرجتوش الظروف ديال كورونا لان صراحه انا ما تشجعتش انني نخرجوا لان الظروف اللي كنعيشوها شويه ما كتسمحش كنسمحش ولكن دابا الحمد لله هي الانشطه غادي تبدا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نتمنى والله دائما شوف البوزيتيف فايبس ديما الامل طبعا الطاقه الايجابيه ولا شيء حنا الدور ديالنا هو نبعثوا الطاقه الايجابيه طبعًا. لكل مشاهدينا كل الناس اللي كيشاهدونا سواء في لي ريزو سوسيو سواء عبر القناه الفضائيه شاده تي في او اللي ربما تلقى معنا حتى في شي مقطع من المقاطع ديال البرامج في اي في يوتيوب او هذا فاحنا دائما تنبقاو دائما هذاك الجسر ديال الطاقه الايجابيه نرجعوا معك يا
محمد علي محمد حموده محمد. انا عايز اعرف مين اللي قال لك غير كلام ده قد تضحك يا ادريس. خلينا يا راجل انا عايز اعرف مين انت جبت الكلام ده منين. انت عارف يا حموده انا بحبك اكثر من نفسي. وانا كمان. انا هكذب. اجيبولي فراس كان هيحرمك من المراه. هتحرمني من المرات؟ حرم صافي. لمده كم؟ 50 سنة كمان. الله أكبر. الله الله الله. وفي إيه؟ فلا أنا حقيقة مني عندي أصدقاء مصريين إلى مشيت مصر ولا هدف واحد الوقت أو إلى جوهم هنا. فعزيز عليا نهضر معهم وهو كذلك اللي أنا من الأصدقاء القدام. حمودة. وعندنا يعني الحمد لله تنطلقة وحتف يعني عائليا وإلى غير ذلك. ولكن أنا عندي مع هاد اليومور كما تنقولوا هاد النكسة أنا وياه هو روحه مريحة ورا فيه الضحك غير شتو اليوم كيهضر معقول بزاف. أعطيني ذاك الفرفشة ديالك هذيك. أنا معاك سيدي. أنا شوف أنا إلا نصبوني رئيس الحكومة غادي نومك أنت وزير الفرفشة. إيه إنا أصداص واك يا سيدي. كاينة أرى برا أرى برا مغربي وقاش مصري أرى برا أرى برا. طيب نرجع معك. فقبيله في البدايه كنا تكلمنا قلتي احتاجك الكونترا دابا اول مره غتجي جاك عقد العمل هنا في المغرب. تمام رجع بينا ونعيشوا معك. جانا عقد المغرب ففرحت بزاف كنت فرحان بزاف انه انا غنجي البلد اللي غنى فيها عبد الحليم وغنى فيها كبار الفنانين والحمد لله كنت جاي على 6 شهور. 6 شهور بقت في مثل اللي عندنا في مصر بيقول لك اللي بيشرب من النيل لازم ايه يرجع له تاني. يرجع له تأكيد. أنا بقى شربت من أبي رقراق وشربت وارتويت ومن أوبن ربيع وشربت كل الحمد لله ومن لوكوس ومسبوع. فكان لي الشرف أن أنا يعني الحمد لله ابتديت أتعرف في المغرب يعني في أول التسعينات. نعم. والحمد لله كانت مسيرة موفقة لي بالنسبة لي كما كانت في مصر. تعرفت على الأستاذ الموسيقار الكبير عبد الله عصامي موسيقار الشعب. هذا الرجل مثال للجهد والعطاء وكل حاجة. أكيد. يعني أنا قلب طيب أستاذ. أنا ما شفتش بحال هذا السيد في الكرم والأدب والأخلاق والفن. إلى الآن ما زلت يقرأ الموسيقى. نعم. يعني إلى الآن ما زلت يقرأ الموسيقى. واللي كان حيو من المنبر وتنقول له أخوك الصغير عماد. يستاهل كل خير وتقدير. فغنيت من ألحان الأستاذ عبد الله عصامي على الجوق المالكي جوش قطع في المناسبة عيد الشباب 11. وأيضا كذلك الأستاذ حسن قدميري. الفنان الجميل أنا دائما أقول له أنت مهندس للألحان. هو أصلا مهندس مدني. نعم. فأنا دائما أقول له أنت هندست الألحان. فهمتني. غنيت له برضو قطعة مناسبة والأستاذ الموسيقار أحمد عواطف رئيس الجوق المالكي غنيت له برضو مناسبة والأستاذ الموسيقار الشاب أخي وحبيبي وصديقي وعشرة عمري الجميلة جمال الأمجد والأستاذ عزيز حسني صنباطي المغرب وصنباطي المغرب العربي كامل من أبدع الفنانين ومن أرق الفنانين أدبا وذوقا وفنا. فكان لي الشرف أن أنا غنيت مع مجموعة كبار من الملحنين المغاربة يعني وكما كان لي السبق أنه أنا غنيت على الفرقة المسيحية غنيت على الجوق الملكي. أكيد. وده كان شرف كبير لي أن أنا أغني على الجوق الملكي مش سهلة يعني. فممكن أنا العربي المطرب العربي اللي موجود بالمغرب يعني غنيت على الجوق الملكي من بعد الكبار العظام. فكان لي الشرف أنه أنا غنيت معهم وعملت مع الأستاذ عبد الله عصامي قطعة عاطفية عن قلبي سألوني ألحانه ولو أيضا غنيت من ألحان أخي وصديقي رحمة الله علي توفيق حلمي. والأستاذ ناجي عزمي وكان تبارك الله ما شاء الله كارير يعني فالحمد لله يعني شرفت أن أنا غنيت أمام الملك الحسن رحمة الله عليه. كان شرف كبير لي أنه أنا أغني قدامه يعني. فالحمد لله يعني كما لقيت في مصر نجاح لقيت في المغرب أيضا نجاح والشعب المغربي شعب زواق شعب كريم شعب مضياف شعب طيب يعني كل صفات الكرم والأخلاق موجودة في الحمد لله. شكرا لك. فحقيقة قلبك طيب أستاذ حمودة ولأن يعني أنا من حبي كمان في المغرب أنا عملت أغنية على المغرب كمان يعني يعني بكرة ألحان لي أنا لحنت أغنية من كلمات الشاعر الغنائي المؤلف الأستاذ عبد اللطيف السعيدي أخونا وحبيبنا وصديقنا الغالي. غنيت قطعة بمناسبة هذه المناسبة عن المسيرة والمغرب يعني هذه أغنية لحنتي أنت كانت هي ديال كانت تعتبر ديال الأستاذ عبد اللطيف السعيدي والألحان ديالك ألحاني أنا. شنو العنوان الأغنية شنو سميتها؟ 2000 سلام للمغرب. 2000 سلام للمغرب 2000 سلام للمغرب أجمل تحية للمغرب فيه الناس طيبين
كرماء أصلا شعب عظيم وبملكهم فرحانين ألفين سلام للمغرب. الله يا سلام عليك. وإحنا كذلك نبادل وكنقول ألفين سلام للشعب المصري. تحياتي يا عمر يا حبيبي. تفضلوا. طبعا أنا بشكر أخواتي وحبايبي الفرقة الموسيقية، هما مش عملنا بروف على الأغنية ولكن هنحاول نقدم منها ولو وحاجة بسيطة يعني. ألف سلام للمغرب أجمل تحية للمغرب، ألف سلام للمغرب أجمل تحية للمغرب، تيرارا فيه الناس طيبين كرماء وصلاة شعب عظيم، ده فيه الناس طيبين كرماء وصلاة شعب عظيم وبمالكم فرحانين، ألف سلام ألف سلام للمغرب أجمل تحية من مصر العربية، بقدم أغلى تحية لإخواتي وحبايبي والغاليين عليا، من مصر العربية بقدم أغلى تحية لإخواتي وحبايبي والغاليين عليا، غاليين عليا غاليين عليا، دول غاليين عليا يا شعب المغربي، ألفين سلام ألفين سلام ترم، ألفين سلام للمغرب أجمل تحية للمغرب، ألفين سلام للمغرب أجمل تحية للمغرب، تيرارا ده فيه الناس طيبين كرماء وصلاة شعب عظيم، ده فيه الناس طيبين كرماء وصلاة شعب عظيم وبمالكم فرحانين، ألف سلام. أنا بدأت خيط عبد الحليم غنى على المغرب. الله يسلمك. يا حبيبي. هذه كانت البروفا. يلا دابا نسمعوها إن شاء الله. تفضل. عجبتكم الأغنية؟ عجبتكم؟ إيه رأيكم في الأغنية؟ والله لا جميلة جدا. كان حيك عليها وحقيقة جميلة وسمعناها. أنا قلت لك غير جوستومون لأن هضرنا ما كناش غنديروها. وأنا صيفطتها للإخوان قبل من التصوير. صفت عليهم غير في الواتساب عشان يديروا دوز عليهم ودنيا تبارك الله. كمان يعني انا يعني زي ما غنيت للاستاذ عبد الحليم رحمه الله عليه، يعني لازم اقدم بصمه انا كمان ليا في الدنيا. ولكن كلامها كانك بتتكلم يعني كلامها في حلقه تهضر على المغرب. طبعا يعني انا تحيه 2000 تحيه للمغرب لان غنيت من قلبي. شوف اللي بقول لما بقول للاستاذ عبد اللطيف السعيدي ما شاء الله عليه كتب فيه الناس طيبين كرم وصل شعب عظيم وبملكهم فرحانين، الفين سلام مغربي الاستاذ عبد اللطيف السعيدي مؤلف جوستومون كلام مصري بالعاميه المغربي. زوينه حقيقه جميله جدا. كنحييكم على هذا العمل. ربنا يخليك. ودي فرصه ومازال سوا فاصون راكينا حنا ندوزوها في المناسبات او لا، ماشي بالضروره تكون مناسبه وطنيه عندنا. طبعا حنا ندوزها دائما ندوزها في وصفيه سياحيه في نتكلم عن الحب للمغرب وشعب المغرب وكرم المغرب.
وهذا في إطار الدبلوماسية الموازية. نتمنى أن يكونوا بحال هذا، يعني تكون دائما سائدة هذه روح الأخوة والمحبة بين الشعوب العربية وخصوصا يعني دول الجوار. أنا غنيت يعني علاش هاد يعني علاش هاد التطاحنات بعد الله يهديهم بعد العرب راه شعب واحد غير شعوب عادية. وأنا أنا غنيتها بحب لأن أنا لقيت كل الخير والفضل في المغرب، فأنا حبيت أعبر ولو جزء بسيط على حبي للمغرب وشعب المغرب حكومة وملكا وشعبا. وعلى أي نحن من المنبر كنبغي نحيي كل أشقائنا في الدول العربية، ما عندنا مشكل مع حتى واحد الحمد لله، ولو اللي عندهم مشكل معنا احنا ما عندناش مشكل معهم، احنا خاوة ما عندناش مشكل. أكيد الله يهدي ما خلق. على أين نواصل بغيت نعود نسمع نشوف نسمعك قبيلة سمعنا المغربيين نسمعك السمر في شي حاجة شرقية. نمشيو للزمن الجميل ديال إخواننا المصريين. ما شنو نسمعو؟ نسمعو الأم كلثوم. يا الحب ليه
الحب ليه انت عارف قبل معنى الحب ايه حب ايه حب ايه حب ايه اللي انت جاي تقول عليه درتي يعني خدمتي برا المغرب كذلك اعتقد يعني كثير مرات عيطتك لقيتك ربما في, في يعني مشيتي لقطر اعتقد خدمت في عدة دول خليجية كسهرات او ككونترا عمل خدمت في دولة يعني الامارات ككونترا عمل وفي الدول الاخرى اعراس وحفلات نعم طيب كتوجدي شي حاجة جديدة مثلا طرحت واحد الكليب هادي في يعني أقل من شهرين كان هو راي وكان وجد العمل مغربي 100% مع الفنان الكبير ديالنا عبد العلي الغاوي نعم وعندي عمل واحد آخر إن شاء الله ينال إعجاب الجمهور إن شاء الله بالتوفيق لك سمر شكرا ونرجع معك كذلك أشرف فسمعنا قبل اسمنا تكدندن مع الإخوان يعني جينا قربنا شوية على نهاية الحلقة ولكن بغينا نسمعوا مازال وبغينا باقي بغينا نسمعوا الفنان ديالنا محمد علي محمد حمودة مصر عجبتني اسم الرباعي يعني أنا شوف يا أخي أنا عجبتني خليني دير لي خاطري واخا سيدي أخوك صغير صحة والراحة أنا حتعلم ما كان أنت مشكل واش نفعل ندير شي تمثيل شوية نقدر نمثل أنا شوية لا تقدر تغني سي عماد لا إيوا الغناء لا صعيب علي نغني لا 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 تبارك الأصوات الجميلة أنا معك العفو أنا سمعت نقول دائما خاصكم تسمعوا عماد سمعني سمعوني 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 العمد لا خاص الجمهور يسمع عماد كفنان الجمهور طيب فأنا دائما بغينا نبقاو بحالك في هذه الروح المرحة وشوية ندخلوا كما قلنا الابتسامة على مشاهدينا سمعت قبيلة كتغني أغنية زوينة طبعا ديال مياد الحناوي ديال البليغ الحب اللي كان أو كان يا ما كان كان يا ما كان الحب نسمعوه؟ مرحبا تفضل أشرف كان يا مكان كان يا مكان ده كان يا مكان 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 ده كان يا مكان الحب مالي بيتنا مدفينا الحنان مدفينا الحنان زرنا الزمان سرق منا فرحتنا الراحة والأمان الراحة والأمان كان يا مكان الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان مدفينا الحنان زرنا الزمان سرق منا فرحتنا الراحة والأمان الراحة والأمان حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي يا أنا يا أغلى من عيني نسيت من أنا حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي يا أنا يا أغلى من عيني نسيت من أنا أنا الحب اللي كان اللي نسيته أوان من قبل الأوان
نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على غدر الإنسان أنا الحب اللي كان اللي نسيته أوام من قبل الأوام نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على غدر الإنسان والله زمان يا وزمان والله زمان يا وزمان والله زمان يا هوى زمان والله زمان يا وزمان والله زمان زمان يا هوى زمان عشان أحبك حبيبي جيت أنا في الدنيا دي إلا عشان أحبك عشان يذوب عمري من جرح غدرك بدري عشان يذوب عمري من جرح غدرك بدري شمع ورا شمع وتعيش انت لي فرحة يا حبيبي فداك أنا وسنين اللي جاية فداك قلبي اللي حب حبيبي فداك أنا وسنين اللي جاية فداك قلبي اللي حب امشي فوق دمعي فوق همي وغني ولا تنزلش دمعة ليلة فوق خدك ليلة فوق خدك حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي أنا يا أغلى من عينيا نسيت من أنا حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي أنا يا أغلى من عينيا نسيت من أنا أنا الحب اللي كان اللي نسيته أوام من قبل الأوام نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على غدر الإنسان أنا الحب اللي كان اللي نسيته أوام من قبل الأوام نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على غدر الإنسان والله زمان يا وزمان والله زمان يا وزمان والله زمان يا هوى زمان والله زمان يا وزمان والله زمان زمان يا هوى زمان شكرا يا سلام شكرا تبارك الله عليكم حقيقة شكرا لكم جميعا حاولنا أن نظرنا شي شوية بعض المدارس الموسيقية وهضرنا ودردشنا شوية طبعا كنشكرك أشرف لحضورك حلقة اليوم من دندنة مع عماد بالتوفيق إن شاء الله وبالجديد إن شاء الله إن شاء الله شكرا كذلك سامر كنتمنى لك حد موفق إن شاء الله إن شاء الله وفي ميكو عندك شي سينجل نعود نشوفوك وتكوني بأكثر أريحية إن شاء الله بتي اليوم شوية كنتي ستريسي ما عارفش علاش غير الطريق وغيكون واقف قدامك السي عماد ما يكونش فيه لا لا ولا انا صديق الجميع ما بالعكس اخي حموده اولا كنبغي نحييك حبيبي وتبارك الله عليك حنا كنعرفوك بانك انت كذلك ابن المغرب شرف كبير لي وعندك جوج بنيتات تبارك الله اللي تربوا في احضان المغرب الله يخليك ابو البنات انت ايوه بحالك بحالك
فالبنات ديالك ربما طبعا كيقراو اكيد كاين نوع وحده عندها 19 عام وحده ياك شي حاجه بحال هذا الشكل 14 عام. فما اعتقد انك محرش يكونوا داخلين في المجال الفني. لا والله انا حبيت انهم يركزوا في القرايه اكثر يعني لان الوسط الفني شويه صعب يعني يعني احنا رجاله وغلبانين يا سلام يعني كان الله في عونهم كان الله في عون سمر طبعا لا ما بقى نقول ايه لا قد يبدأ تبدل اعتقد هذا الموضوع ربما كنت رحناه في الاول حلقه كره كان موضوع ان نحل باب النقاش لان يمكن تبدلت الامور ماشي بحال زمان دابا ولا استقلاليه اكثر بالفنانات ولا عندهم تيم ولا ما بقاش اكيد ولكن في الاول على الاقل يركزوا في القرايه ديالهم واتمنى لهم يعني هم كل واحده عندها ميول لها يعني عندي كاميلا بتدرس في تجاره انجليش نعم وريم مازال لسه في اعدادي الحمد لله الله يعاونك عليهم ربنا يخليك يا حبيبي الله يبارك فيك انا بشكرك انك انت اتحت لنا الفرصه دي في قناه شاد الجميله ان انت من الاعلاميين الكبار في المغرب ومن الاعلاميين اللي انا بقدرهم بحترمهم جدا 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 فكل الشكر ليك وكل الشكر لقناه شاد تي في شكرا لك احنا بالعكس احنا اللي كنكونوا جد سعداء باستقبال جميع الفنانين وهذا منبر الجميع وجميع الفنانين والموسيقيين الى غير ذلك فشكرا لكم احبائنا الكرام في الاخر غادي نبقاو طبعا مع الفنان محمد حموده في شي رائعه من روائع بحليم حافظ اعتقد غادي نسمعوا يا خليل القلب يا خليل القلب هي اللي نختموا بها اللقاء شكرا للجميع شكرا للفرقه الموسيقيه الاخوان ديالي التقنيين تحياتي ثم كذلك مصطفى حياك المخرج يحييكم الف تحيه هذا عماد كيقول لكم ما تزبيوش نتلاقاو الأسبوع المقبل بحول الله حبيبي لو في قلبك هأدي قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي لو بتكون نار نهارك لو بتسهر زي ليلي لو بتكون نار نهارك لو بتسهر زي ليلي لو صحيح بتحب كنا نحضن حبنا ونبعد بعيد بعيد عن عيون الدنيا عن كل العيون لو في قلبك قدي قلبي قدي قلبي حب كنا نمشي 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 ألف ليلة ألف ليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ليل ونهار ده ليل ونهار لما نوصل نجمة ملهاش أي دار ولا نسكن لؤلؤة في أبعد بحار لما نوصل نجمة ملهاش أي دار ولا نسكن لؤلؤة في أبعد بحار يا 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 يا
خدنا على موجة قمر فوق الصحاري والسماء والبحر والليل والوجود فوق عيون الناس فوق جبال الخوف وفوق كل الحدود القمر القمر خدنا القمر والقمر خدنا القمر والقمر خدنا على موجة قمر فوق الصحاري والسماء والبحر والليل والوجود فوق عيون الناس وجبال الخوف وفوق كل الحدود القمر القمر خدنا القمر والقمر خدنا القمر لجزيرة أبعد من الخيال لا شافتها عين ولا مرت ببال لجزيرة أبعد من الخيال لا شافتها عين ولا مرت ببال يا حبيبي حبيبي وصلنا فوق 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 بر الأمان افتح البيبان لقلبك والشبابك والحبيبك ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك ارقص اجري 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 اضحك قول بحبك وانسى كل الدنيا الدنيا مهما تكون غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون يا 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 حبيبي بحلم 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 قد ايه شفت واخدان الاماني لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه يردك نحب الحب ده ونعيش بعد بالشكل ده يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعد بالشكل ده شفت واخدان الاماني لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه شفت واخدان الاماني لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه يردك نحب الحب ده ونعيش بعد بالشكل ده يردك
نحب الحب ده ونشبع بالشكل ده. عايز احس بحبي مالي كل لمحة من وجودك. عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك. عايز احس بحبي مالي كل لمحة من وجودك. عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك. عايز احس ان حبيبك ولهيبي صح لهيبك. ده انا عايز احس ان حبيبك ولهيبي صح لهيبك. يا حبيبي يا حبيبي وصلنا فوق 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 بر الأمان. وافتح البيبان لقلبك والشبابك والحبيبك. ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك. ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك. ارقص اجري 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 اضحك قول بحبك وانسى كل الدنيا. الدنيا من ما تكون غير عيون عيون حبيبك. ما تشوفكش عيون يا 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 حبيبي.